بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين حضورنا الكريم، بسم الله نتوكل ومنه دائما نطلب التوفيق والسداد. ما شاء الله هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة، وتبقى اليذابة صامدة على التوقيت 6:04. تحانينا والناموس شيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم، شكرا محمد بن عبد الله بن دميل على هذا الأداء الجميل، هذا الأداء الراقي التي قدمت. المركز الأول شوطنا الرابع، عكار مهجنات جعدان مهجنات الصاي. المركز الأول هناك الطاير للشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم، محمد بن عبد الله بن دميل فجاج، ولا من الجانب الثاني معزم سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، خالد بن مر بن حلوة الاجتبي. وفي المركز الثالث هناك اللي وصل مشجي عبد الله بن سعيد بن حميد الهايري. وفي المركز الرابع هنا ياتي مدرك محمد بن سعيد وابراهيم. وخامس المراكز هناك مرسال لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم احمد بن سلطان بن رشيد السويدي. وفي المركز السات اللي في المركز السات لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مضمر متعب محمد بن سعيد بن حلوة. وفي المركز السابع اللي في المركز السابع اسمه الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم مضمر شاهين مهير بن سيف بن واس. وفي المركز الثامن اللي في المركز الثامن ما شاء الله تبارك الرحمن أيضا هنا شقة عبد الله بن سعيد بن حميد الهايني. وفي المركز التاسع اسمه الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم ومطار بن محمد بن أحمد بن رفيعة مع شاهين. وعاشر المراكز لعبد الله بن ضاحي بن عبد الله البو عميم ايضا مقدم مريوح. ها هي النتيجه للمراكز، معناها عليكم بالهو التمام. هو الوصف التفصيلي ما شاء الله في 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 ندائنا للعشره المراكز، ذعناها كامله مكمله. نتمنى إن شاء الله التوفيق، نتمنى الناموس، نتمنى الناموس. وين 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 المركز الأول؟ وياهن أو ياهن، ولا اللي انفرد اللي طار عنهن ما شاء الله، اللي طار عنهن اللي حلق على مدرج رقم واحد. تستاهل يا بالدبيلة، تستاهل من هذا وأكثر. الله يطاير للشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم، محمد بن عبد الله بن دبيل احد كباتن الخوانيج، احد كباتن ميدان الطيف في هذا الميدان ولا خارجه، هناك دائما له نصيب الاسد في هذه المراكز. المركز الثاني يا سلام، بقول هنا مرسال اسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، احمد بن سلطان بن رشيد السويدي مشجي، ثالثا لعبد الله بن سعيد بن حميد الهايري. وفي المركز الرابع اسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، خالد بن المر بن حلوة مع معزم. وخامس المراكز يأتي في مدرك لمحمد بن سعيد بن محمد بن أحمد بو إبراهيم. وفي المركز السادس هناك متعب سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، أيضا محمد بن سعيد بن حلوة. وفي المركز السابع اللي في المركز السابع ما شاء الله تبارك الرحمن شاهين سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم، وهناك مهير بن سيب بن واس. هاي النتيجة ذعناها عليكم بالوفو التمام، هو الوصف التفصيلي. ولكن الطاير وينك يا الطاير؟ وينك يا الطاير؟ يبونك الكل يقترب منك، ولكن على ما أظن السلام الثالث اللي بيذهب. عزم على العلوم الطيبة، عزم على العلوم اللي سرنا واللي سر جماهير. هذا الشعار روح يا خليل، مرة تابع منذ هذه اللحظات حتى عبورة، ولا هناك الصمود عند اللي في المركز الأول الطاير. هل سوف يا الله بدت سرعة الزيد يا أهل الهجن اللي مستغيرة مجهزات ومستعدات، هي على القيام الكبيرة. يا سلام عليك يا بالدبيلة،
سلام عليك يا بد بيله يصير راس او ينتهي راس رقم القياسي محطمنا ونسرحن ما شي وسواس ابدا عصاته بطانه وجهازه مبند لا يكلمونه لا يحركونه ابدا مذخريبه لاصحاب المواقيف ونسرحن ما شي وسواس دايم جهازه مبندنا سلام 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 للمرة الثالثة بدون اي اوامر ولا شبه اوامر تذكر عليه شكرا لمحمد بن عبد الله بالتبيله من ابدع في هذا الصباح المميز المركز الثاني سمو الشيخ حمدان بن راشد مكتوم المركز الثالث سمو الشيخ حمدان بن راشد مكتوم المركز الرابع سمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد مكتوم المركز الخامس لس محمد بن سعيد بن محمد بن احمد ابراهيم 6:07:53 جزء من الثانيه تهانينا والناموس.